اهلا وسهلا احلى متابعين، ان شاء الله يا رب تكونوا باحسن حال. ورجعت لكم اليوم بوصفه رمضانيه، ان شاء الله يا رب كل عام وانتم بالف خير، ينعاد عليكم ان شاء الله بالخير والبركه. اليوم وصفتنا هي عجينه السمبوسه في البيت بطريقه سهله، مكوناتها باش تكتشفوها سهله برشا ومكوناتها بسيطه موجوده في كل بيت. اليوم العجينه نستعملها في البيت من غير ما تشروها جاهزه. هذا شكل السمبوسه، تكون مقرمشه وتريه. وانا باش نحط لكم الحشوه تبع السامبوسه اسفل الفيديو، تابعوها وتبقى اختياريه الحشوه انتم ما تحبوا تضيفولها. اول شيء ناخذ كوبين من الدقيق، بعدين نضيف عليهم ثلث كوب من الزيت النباتي، بعدين نضيف عليهم ملعقه كبيره نشا ونضيف رشه ملح، بعدين نضيف حبه البركه تبقى اختياريه حسب رغبتكم، ونمزج الخليط كله مع بعض. بعدين ننزل بالماء ونبدا نضيفه تدريجيا حتى نتحصل على عجينه تكون لينه متماسكه. هذه العجينه تحصلنا عليها، خليها ترتاح من نصف ساعه الى ساعه. بعدين هذا بعد ما ارتاحت نقسمها قسمين، بعدين ماده العجينه نفردها. لازم تكون العجينه رقيقه وشفافه حتى تجي مقرمشه. بعدين نقسمها دوائر ونرجع نمددها. هذا السمك متاعها نتحصل عليه، بعدين نحطها في قالب السمبوسة ونضيف ملعقة من الحشوة وندهن الأطراف بالماء، بعدين نسكر ونشيل الزوائد بعدين نشكلها بالأصابع مثل ما تحبوا، تحبوها دوائر ولا بضفائر بهذه الطريقة. بعدين بزيت حامي وغزير نضيف حبات السمبوسة. وكما ريتوا هذه السمبوسة عجينتها في البيت، سمبوسة البيف، إن شاء الله يا رب تكون عجبتكم. وأنا باش نخلي لكم طريقتها بالتفصيل ومكونات الحشوة في صندوق الوصف، تابعوها. وأي استفسار اكتبوا لي تحت في التعليقات، وخليكم مع بقية الفيديو. مشاهدة طيبة وبسلامة.